رأس سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم اجتماع مجلس إدارة الجمعية في دورته الثانية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فيصل الخميس وأعضاء المجلس. وخلال الاجتماع نوه سمو أمير المنطقة بما يحظى به القطاع الخيري من دعم واهتمام الحكومة الرشيدة، مشيدا بما أنجز خلال الفترة الماضية من أعمال إنسانية وخيرية لخدمة المجتمع والمرضى المحتاجين للدم. واستعرض الاجتماع عرضا تقديريا لأعمال الجمعية بالإضافة إلى اعتماد برامج وأنشطة للجمعية للعام القادم، إلى جانب الموافقة على تشكيل عدد من اللجان. وأشار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل إلى أن تشكيل اللجان عامل مساهم في تعزيز وتنمية العمل المتكاتف والرفع من كفاءة الأداء.